السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وحبيبي أبطال قناة التعليم الجديد، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وصلنا معا يا أبطال إلى القصة المشتركة سر رشيد. القصة المشتركة سر رشيد، يا ترى من أبطال قصتنا وإيه أحداث قصتنا وأماكن حدوثها؟ كل ده هنتعرف عليه يا أبطال، ولكن بعد أن نشاهد ونستمع الكلمات الشائعة. فهيا بنا يا أبطال الكلمات الشائعة في القصة. أول كلمة معنا إيه؟ كان. كان، يلا نقول مع بعض يا أبطال، كان. كان معنا إيه كمان؟ هو. 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 إلى. 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 نقول مع بعض يا حبيبي مرة تانية، كان هو إلى. تعالوا مع بعض نراجع الكلمات الشائعة في القصص المشتركة السابقة. جدار الكلمات، وجدار الكلمات ده اللي بنجمع فيه الكلمات الشائعة. الكلمات الشائعة دي بتساعدنا في قراءة الدروس، وخاصة بتساعدنا في قراءة القصص الموجهة. يلا نقرأ مع بعض يا حبيبي. أول كلمة إيه؟ أمي. أبي. قال. أنا. قالت. في. أيضا. و. يا. نعم. هذا. هذه. كان. هو. إلى. ودلوقتي يا حبيبي نذهب إلى قصتنا بعنوان إيه؟ سر رشيد. يبقى عنوان القصة سر رشيد، وفي نهاية القصة كل واحد هيتعرف على الشخصيات والأماكن والأحداث، وكمان هيضع عنوان القصة من تفكيره هو. يلا مع بعض. أنا أيمن. يبقى بطل قصتنا مين؟ أيمن. في الصف الأول الابتدائي. هوايتي المفضلة هي قراءة تاريخ بلادي، ويرجع الفضل في ذلك لأبي الذي يحكي لي كل يوم عن عظمة مصر. في يوم من الأيام أعلنت المدرسة عن رحلة إلى مدينة رشيد الجميلة. يبقى بطل قصتنا مين يا حبيبي؟ اسمه أيمن. أيمن في سنة كام؟ في الصف الأول، يعني في سننا يا حبيبي. ماذا يهوى أيمن، أو ما هو هوايته المفضلة؟ الهواية يعني الشيء اللي هو بيحب يمارسه. الهواية عنده قراءة تاريخ بلادي، بلادي اللي هي مصر. مين اللي كان بيسمعه ويحكي له عن عظمة مصر؟ والده. طيب ايه اللي حصل في يوم من الايام؟ ان المدرسة اعلنت عن رحلة الى فين يا حبيبي؟ مدينة رشيد الجميلة. عدت سعيدا الى البيت اخبر ابي عن الرحلة، فطلبت منه ان يحكي لي عن تاريخ مدينة رشيد، فقال لي: هذه المرة يا أيمن أريدك أن تجمع معلومات عن مدينة رشيد من الإنترنت، وعندما تذهب إلى هناك تجمع معلومات أكثر وتكتبها في مذكرتك وتحكيها لي عندما تعود. يبقى أيمن يا حبيبي هيشترك في الرحلة الذاهبة إلى مدينة رشيد. وكالعادة أيمن حب من أبيه أن يسمع كلام جميل عن تاريخ مدينة رشيد، لكن المرة دي الأب لم يحكي له. لماذا يا حبيبي؟ لأنه أراد من أيمن أن يجمع معلومات عن مدينة رشيد. منين يا ترى؟ من الإنترنت. يعني أيمن يدخل يتصفح في الانترنت ويكتب تاريخ مدينة رشيد، والانترنت بيجيب معلومات كثيرة،
يقرأ أيمن معلومات كثيرة عن مدينة رشيد والآثار في مدينة رشيد والناس في مدينة رشيد وكل شيء عن مدينة رشيد، ثم يجمع هذه المعلومات ويحكيها لأبيه عندما يعود أيضا. يبقى أيمن هيجمع معلومات منين؟ من الإنترنت، وكمان لما يذهب في رحلة إلى مدينة رشيد. يلا يا أبطال نكمل. أيمن يحكي ويقول: بحثت عن معلومات عن مدينة رشيد، فعلمت أنها بلد المليون نخلة، وأنها تقع على نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط. نلاحظ يا حبايبي هنا إيدي اسمها خريطة، خريطة بتعرفنا مواقع الأشياء في موقع مدينة رشيد. كما قرأ أيمن: تقع على نهر النيل الجميل وأيضا البحر الأبيض المتوسط. طب يا حبيبي إيه المعلومة الجميلة اللي قرأها أيمن عن مدينة رشيد؟ أنها بلد المليون نخلة، يعني يوجد بها نخل كثير جدا على نهر النيل. وجاء يوم الجمعة وتجمعنا في المدرسة في الصباح الباكر أنا وأصدقائي، وركبنا الحافلة متجهين إلى مدينة رشيد. وصلنا إلى المدينة بعد ساعتين وتجولنا فيها نشاهد الآثار المختلفة، وذهبنا إلى مكان ملتقى نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط. يبقى الرحلة كانت يوم الجمعة، اتجهوا إلى مدينة رشيد. متى وصلت الحافلة إلى مدينة رشيد؟ بعد ساعتين. وشاهد أيمن هناك الآثار المختلفة، وذهب إلى المكان اللي بيلتقي فيه نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط، لأننا قلنا يا حبيبي إن مدينة رشيد تطل على نهر النيل وأيضا تطل على البحر المتوسط. أيمن بيقول لنا كمان: ولكن أكثر ما لفت نظري في الرحلة هو لون نهر النيل، فالماء أزرق نقي، ولا توجد نفايات ملقاة على الضفاف. سألت المرشد السياحي عن سبب نقاء ماء النيل في المدينة فضحك وقال لي: ما اسمك؟ قلت له: أيمن. يبقى ماذا لفت نظر أيمن؟ يعني اللي شد انتباه أيمن أن لون الماء هناك في نهر النيل أزرق نقي، مش موجود فيه نفايات يعني قمامة وقاذورات، فهذا كان سبب نقاء نهر النيل. أيمن سأل مين؟ سأل المرشد السياحي، فقال المرشد السياحي هو اللي قال: يا أيمن، نحن في مدينة رشيد نحافظ على ماء نهر النيل، الصغير منا قبل الكبير منذ قديم الزمان، فنهر النيل هو الحياة، هذا ما تعلمناه من أجدادنا. انظر إلى هذا الحجر الفرعوني وما كتب عليه: الحمد لله يا نيل، يا من تخرج من الأرض وتأتي لتغذي مصر. يبقى لماذا الماء نقي وجميل في مدينة رشيد؟ لأن أهل رشيد يحافظون على ماء نهر النيل. نهر النيل هو الحياة، نهر النيل يا أبطال اللي احنا بنشرب منه المياه في مصر. كتبت كل ما سمعته من المرشد السياحي، وعندما عدت إلى المنزل حكيت لأبي كل ما شاهدته وعن سر هذا الحجر الفرعوني. عاد أيمن وحكى إلى أبيه ما سمعه من المرشد السياحي. وبكده يا أبطال ننتهي من قصتنا الجميلة، تعلمنا منها الكثير، تعلمنا منها إننا نحافظ على ماء نهر النيل، تعلمنا منها إن احنا نجمع المعلومات عن أي شيء نريده ونستفيد من الإنترنت. نشاط بيقول لنا
حدد عدد الكلمات. شايفين معانا ايه؟ الكلمات الشائعة الموجودة معانا في القصة واللي احنا اخدناها في بداية الدرس. عندي مثلا كلمة هو، هنعد كلمة هو ونضع في الاسفل نقط بعدد الكلمات. ايضا كان، وايضا معانا الى. يلا يا حبيبي كلمة ايه؟ نقرأ مع بعض. هو، هو فين؟ هو تحت، هذه هو، نضع هنا دائرة. كلمة ايه؟ كان، كان فين؟ كان موجودة معانا، نضع نقطة. هو، هو فين؟ هو، نضع ايضا نقطة. طيب كلمة ايه دي يا حبايبي؟ احسنتم، سمعكم بتقولوا هو، نعم، يبقى نضع نقطة ثالثة. وكلمة ايه؟ الى، الى فين؟ الى، نضع نقطة عند الى. وكلمة ايه ايضا؟ مين هيقول معايا؟ كان، كان نضع نقطة عند كان. وايضا كلمة كان، نضع نقطة عند كان. كلمة اللي معانا هنا ايه؟ الى، فين الى؟ الكلمة الاخيرة، اخر كلمة معانا هي هو. هو نضع فين نقطة مع هو. يبقى كان كم مرة تكررت؟ واحد، اتنين، تلاتة. احسنتم. هو تكررت كم مرة؟ يلا نعد مع بعض. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. اربع مرات. الى اتكررت كام؟ واحد، اتنين. بيقول لنا ضع عنوان اخر للقصة. القصة كانت اسمها يا ابطال سر رشيد، ومن ابطالها؟ ايمن ووالده والمرشد السياحي. طيب كانت فين؟ في منزل ايمن لما كان يجلس مع ابيه ويحدثه. وايضا حدثت في مدينة رشيد. احدثها ايه؟ ان ايمن جمع معلومات من الانترنت عن مدينة رشيد، وايضا ذهب في رحلة مدرسية الى مدينة رشيد، واحضر معلومات عرفها عن مدينة رشيد من مين يا ابطال؟ من المرشد السياحي. منها ان نهر النيل نظيف لان ابناء رشيد يحافظون على نهر النيل ولا يلقون القمامة والقاذورات على ضفاف، يعني جوانب نهر النيل. مين هيضع عنوان اخر للقصة بدل سر رشيد؟ يلا نفكر مع بعض. ممكن نقول ايه يا ترى؟ ممكن نقول رحلة الى مدينة رشيد. طيب عايزين نغيرها، ممكن حد قال لنا ايه؟ النيل هو الحياة، لان مجمل القصة يا ابطال بيعرفنا اهمية نهر النيل، وانه بالنسبة لمصر هو الحياة، يخرج من الارض ليغذي وينشر الحياة في مصر. اخر نشاط معانا صل كل صورة بعكسها. هنا موجود في الصور اللي على اليمين عكسها في العمود اللي على الشمال. هنلاحظ الصورة فيها ايه ونشوف عكسها مين. هنا مدينة جميلة، هل المدينة دي مزدحمة؟ لا طبعا مفيش ازدحام، شوف كل شيء مرتب وجميل. فين المدينة هنا المزدحمة؟ نعم في هنا ايه مدينة، ايه مدينة مزدحمة. يبقى الصورة الاولى بالاخيرة. طيب عندنا هنا كمان مدينة مزدحمة بالمنازل والعمارات، ونلاحظ ما فيهاش اي اشجار. الاشجار طبعا يا ابطال مهمة جدا جدا للانسان، لان الاشجار بتنقي الجو من السموم والدخان. لكن هنا فين المدينة اللي فيها اشجار؟ الصورة التانية. احسنتم. اخر صورة معانا هنا فيه ايه؟ نهر جميل، المياه صافية زرقاء، ما فيهاش اي قاذورات ولا اي قمامة ولا فيها اي صرف صحي بينزل يشوه ويلوث ماء نهر النيل. لكن نلاحظ الصورة هنا ايه؟ شايفين القاذورات المرمية في نهر النيل؟ يبقى الصورة الاخيرة بالصورة الاولى. والى هنا يا ابطال ناتي الى نهاية هذه القصة الشيقة الجميلة.
أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالقصة. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في قناة التعليم الجديد وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما للقناة. وإلى أن ألتقي بكم في درس آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.